لا يزال الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى يطل علينا في كل تأليف من التأليف في السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات رضي الله عنهم وأرضاهم وصحابته الكرام كالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. تأليف عظيمة في السيرة النبوية، تأليف محررة ومدققة وجامعة ووافية، ومن ذلك اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، وكذلك سيرة العتيق أبي بكر الصديق، والسيرة العمرية والسيرة العثمانية، وكذلك سيرة أبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم هذا الإصدار الوافي والشافي في سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الطاهرات، دراسة جامعة ومحررة، تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله تعالى من استيراد دار ابن الجوزي في هذه الحلة القشيبة والطبعة الجميلة. طبعا ذكر فيه سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أحكامهن وخصائصهن وفضائلهن، مع ترجمة وافية لكل واحدة منهن، مع التحرير والتدقيق وذكر الأحاديث والآثار، ذكر الصحيح منها والتنبيه على الضعيف. وقد قدم مقدمة للكتاب وذكر بعض الأمور مثل من الخصائص النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجمع بين أكثر من أربع، وكذلك الحكمة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع، وكذلك عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أم هانئ رضي الله عنها، وهل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وغير ذلك في البداية. ثم ذكر ترجمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وترجمة سودة بن زمعة رضي الله عنها، وترجمة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وترجمة زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، وأيضا ميمونة بنت الحارث وماريا القبطية، وكل زوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين. فهو كتاب مختصر جميل ذكر فيه كثير من أحكامهن وفضائلهن وخصائصهن، مع التعرير والتدقيق. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه وكثر الله من أمثاله في هذه التآليف العجيبة والتآليف الجميلة والتآليف الوافية والشافية والمفيدة والنافعة في سيرة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فحري بكل طالب علم أن يطلع على هذه السير العظيمة، على هذه السير المفيدة، على هذه السير النافعة، وخاصة فتيات المسلمين ونساؤهم يطلعون على هذه السير التي فيها من الفقه وفيها من الأحكام التربوية والأحكام الأسرية وغير ذلك مما تجده في حياة وسير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. وجزى الله خيرا الشيخ موسى بن راشد العازمي أن يطل علينا بهذه التآليف القيمة والنافعة، وتخصصه في السيرة النبوية ولا ريب أنها تآليف محررة ومدققة وجامعة، وأيضا يعني محققة في الأحاديث والآثار. فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا وكتب الله أجره وكثر الله فوائده وتآليفه.